للحديث عن العدوان وإرهاصات اجتياح رفح الفلسطينية وجهود مصر لوقف العدوان، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني. بعد التحية دكتور، يعني كيف ترى الوضع إزاء محاولات إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية؟ هل هي مناورة سياسية للضغط على المفاوضات الفلسطينية، أم أن سلطات الاحتلال عازمة بالفعل على دخول رفح الفلسطينية؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن هناك مخطط إسرائيلي يمضي على قدم وساق بشكل متواصل وضمن سياسة ممنهجة ومعتمدة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان من البداية كان هناك إصرارا إسرائيليا على ضرورة الدخول إلى منطقة رفح، حتى أصبح أن هذا الأمر بمثابة صورة ذهنية عالقة لدى كافة المواطنين الإسرائيليين بأنه لا يمكن لهم أن يتم تحقيق حالة من النصرة أو تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ بداية أو منذ 7 من أكتوبر لم تتحقق إلا بالدخول إلى منطقة رفح، وهو ما كان يراهن عليه نتنياهو في إطالة أمد العملية العسكرية. ولكن يبدو بأن نتنياهو أصبح أمام حالة من الضغط من قبل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، وخاصة كل من سومتريش وبن جفير، ولا يريد أن يتفكك ائتلاف الحاكم أو ينتهي عقدها أو يفرط عقد هذه الحكومة. ولذلك بدأت المحاولة، خاصة بعد أن كانت الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية وخلال الساعات الماضية من أجل التوصل إلى التهدئة وإلى الصفقة كما قدمت مصر مبادرتها، إلا أن كان هناك حدثا قدم لنتنياهو على طبق من ذهب بأنه بالفعل يعني تلك الأحداث تأتي قبل يوم واحد من عودة وفد حركة حماس للقاهرة لاستكمال المفاوضات الخاصة بالهدنة. هل يمكن أن نرى مع تصاعد الأحداث وجود تنازلات من المفاوض للهدنة لسرعة إنجاز الاتفاق؟ يعني جميعنا يدرك في علم في العلوم السياسية بأن أي مراحل في إطار المفاوضات التي تأتي على نهايتها يكون هناك مرحلة عض الأصابع، أو بمعنى مرحلة الابتزاز والضغط الكبير، لأجل أن كل طرف يقول بأنه استطاع أن يحقق أهدافه أو أن يقول بأنه استطاع أن ينفذ مطالبه، ولكن ما يجري على الأرض بأن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن، وأصبح الشعب الفلسطيني ما بين المطرقة والسنديان. نتنياهو يريد أن يصل إلى تحقيق أهدافه دون أي التزامات متعلقة بوقف إطلاق النار أو بالانسحاب أو مواصلة العملية العسكرية، وبالمقابل المقاومة تريد أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا ووقفا كاملا لإطلاق النار، وضمانات تقدم من عدة دول وسيطة في هذا السياق. فكل طرف، كلا الطرفين يريد البحث عن مجموعة من المكاسب الشخصية والمكاسب الخاصة، ولكن الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن في النهاية، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التي تمارس عمليات القتل على مدار 7 شهور، وبدأنا في الشهر 8 من هذه الحرب، حرب الإبادة، هي تريد أن تستمر بعملية الإبادة للشعب الفلسطيني وتريد الاستمرار بمخططها من هنا أعتقد. ولكن لا زالت تنكل حتى اللحظة الجهود المصرية لم تتوقف، بالإضافة إلى جهود الوسطاء، وجدنا بأن رئيس جهاز المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز في الدوحة واليوم ينتقل إلى إسرائيل في محاولة لمواصلة الجهد المصري أو القبول بالورقة المصرية أو المبادرة المصرية التي قدمت والتي جسرت اللي هو ما بين الطرفين. هذا الأمر الذي يتم العمل عليه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة قبل أن تبدأ إسرائيل بعملياتها العسكرية المدمرة في مدينة رفح. يعني كما ذكرت هناك دور مصري كبير، كيف ترى هذا الدور المساند للقضية الفلسطينية وأيضا دور المفاوض الفلسطيني خلال مباحثات الهدنة؟ يعني أعتقد بأن الدور المصري لا يمكن الحديث عنه بكلمات أو حتى بساعات، لأن مصر على مدار التاريخ حافظة وداعمة ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولذلك منذ بداية هذا العدوان كانت المواقف المصرية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية كان لها الدور الكبير في مساندة الشعب الفلسطيني من حيث تقديم المساعدات سواء الغذائية أو الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى الموقف السياسي والدور
السياسة التي تلعب القاهرة بشكل كبير بما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وبما يتعلق بوقف إطلاق النار ورفض فكرة التهجير القسري. حتى قبل ساعات وجدنا بأن مصر تدخل لإنقاذ أو لمحاولة إطفاء مستودع للأغذية والمساعدات الذي كان تم نقله إلى داخل منطقة رفح الفلسطينية وتم استهدافه من قبل الاحتلال. تدخل سيارات الإطفاء المصرية للمساعدة في إطفاء هذا الحريق الكبير، بمعنى أن مصر لا زالت تواصل دورها الكبير في هذا السياق بشكل ولن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولذلك يجب على الجميع أن يتجاوب مع الجهد المصري دون إعطاء المزيد من الذرائع للاحتلال لمواصلة حربه التدميرية وحرب الإبادة التي يشن على الشعب الفلسطيني. ما يتعلق بدور المفاوضة وقدرة المفاوضة، نحن نعلم جيدا بأن كان يتوجب في هذا السياق أن يكون هناك موقف فلسطيني موحدا ورؤية واحدة من إطار الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. منظمة التحرير كما حدث أبان عدوان 2014 كان وفدا من المنظمة هو الذي يفاوض بمشاركة حركة حماس، أي رسالة للعالم بأسره بأن الكل الفلسطيني موحد على قلب رجل واحد وهم الذين يفاوضون على الطاولة. وهذا سيعطي قوة للدور المصري بشكل كبير من حيث نزع كافة الذرائع التي يتذرع بها نتنياهو وحكومة الاحتلال للمزيد من التغول في الدم الفلسطيني ومواصلة عمليات القتل. ولكن وجدنا بأن هناك حالة من التفرد، حالة التفرد هي التي تأخذ الشعب الفلسطيني إلى حالة من الدمار أو حالة من الهلاك بما لا يتوافق حتى مع نبض الشارع الفلسطيني. جميعنا يرى ما يجري على الأرض الفلسطينية من معاناة، وجميعنا يستمع إلى نبض الشارع الفلسطيني ونبض المهجرين والنازحين الذين ذبحوا من الوريد إلى الوريد، الذين فتكت بهم المجاعة وفتك بهم العطش والجوع والأمراض. أي بمعنى هذا النبض الذي يريد إنهاء لهذه الحرب ووقف هذا العدوان بأي ثمن كان، ويريدون أن يكون هناك إعادة لكافة مقومات الحياة لأنهم بالفعل لأنهم تحملوا الكثير على مدى 13 يوما بعد 200. يعني يمكن أن تكون الساعات القليلة المقبلة تحمل الكثير من الإجابات لكثير من الأسئلة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.